زيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا كويسين وبخير. يسعد الله اوقاتكم حبايب قلبي بكل خير. استقراء روحانية خطيرة لمواليد برج الصور. صلي على النبي عليه افضل الصلاة والسلام. اللهم بشرني بما انتظر منك وانت خير المبشرين كلها. برج الصور انزل فيها التعليقات. صلي على الحبيب المصطفى. بسم الله الكشف. برج الصور، انا شايف عندك هنا مبلغ كبير دايلك من المال. هاي المبلغ يعني بيفك معك قارب شديد، بيفك. انت محتاج هاي المبلغ، انت محتاجه المبلغ ده، انت محتاجه. وعندك عتبة جديدة فيها راحة ليك. العتبة هذا قدامك خطوتين وراح تنقل لهذا العتبة. وعندك هنا انت على موعد مع ضحكة من القلب. فهناك اشخاص يحبوك، فاحذر ان تخسرهم، احذر ان تخسر هاي الاشخاص اللي بتحبك. صلي على الحبيب المصطفى. بس انت هنا محتاج تعطي نفسك يعني وقت من الراحة والاسترخاء. عقلك الفترة دي زايد في التفكير، يعني شايف امور وحواديت يعني ما كنتش متوقع تسمعها، هتسمعها الفترة دي. يعني شايف ان انت هتسمعها الفترة دي، بقدر يعني بقدر ما انت هتكون هادي، بس يعني خلي نفسك هادي اكتر وزيادة. بس هتكون منصور، يعني هتنتصر بإذن الله في كتير أمور حواليك انت فاقد فيها الأمل، بس الأمل عند رب العالمين موجود، وموجود دواك كمان الأمل. شايف هنا عندك صراع داخلي ما بين تنسحب من شخص، الشخص ده بيوقع في فتنة، وما بين انك مستني الوقت علشان تعرف تاخذ حقك. مستني تاخذ حقك. الواضح هنا المادي عندك اللي جاي رايح، قد ما هو جاي رايح، يعني شايفك بتدري على لقمة عيشك. قد ما انا شايف يعني ان عندك مسؤوليات كثيرة زادت عليك، عندك مسؤوليات كثيرة زايد عليك. شايف هنا، اللهم صل على النبي، عندك هنا بس انا شايف يعني عندك نجاح، نجاح كويس. عندك عمال تدعي ربنا ان يعني يعطيك هاي الفرصة او النداح او المسؤولية. في عندك طريق انت بتدعي ربنا عليه انك تتخطاها وتوصل للهدف اللي انت عايزه. شايف امور هنا، يعني في امور معلقة بينك وما بين شخص. شايفك انها تسمع كلام، هتسمع كلام من شخص وكلام بيزعلك لدرجة كبيرة. وفي عتبة البيت هنا هتقابل يعني كلام وحاجات مش كويسة، النميمة والفتنة. شايف اتنين اوقات هنا وبيحصل بينك يعني وما بين شخصين مشكلة، بس ربنا بيقف معاك. في ناس هنا من شخصيتها او من طبعها الكذب والكلام على الناس والفتنة، وتحب توقع الناس ببعضيها. هي شخصيتها كده الناس دي، الكذب والنميمة، وتحب ان توقع الناس وهكذا. هاي الاشخاص دي طبعها كده. شايف هنا، اللهم صل على النبي، طريق مفتوح قدامك، هتقف على الارض الصلبة وهتقف الى الطريق الهدف اللي مفتوحة قدامك، وهتوصل للهدف اللي انت عايزه، هتوصل للهدف اللي انت عايزه بإذن الله تعالى. شايف هنا، يعني انت هنا من التعب اللي انت فيه، من الضيق اللي انت فيه، عايز تخرج، عايز تحس بالراحة، عايز تطلع من الهم اللي انت فيه، عايز تطلع من الغيمة اللي انت فيه، عايز تطلع من التعب النفسي والضغط النفسي اللي انت فيه. هتطلع منه، هتطلع منه بإذن الله تعالى. شايف عندك هنا وكثير يعني حاجات بتحصل معاك، بتتجاوز المرحلة دي، بس القلق والإرهاق. شايف ان الحبيب هيكون معاك في وضع توتر ومتطلبات هتكون كثيرة الفترة دي. شايف انسانة يعني مش كويسة تدخل بينك وما بين شخص في كلام، وهتصير الجدل ما بينكم. شايف هنا متوزع عليك هنا شخص، يعني الشخص ده انه يتجسس عليك في كل امورك،
في كل أمورك يتجسس عليك، عندك تعب وصداع والمعدة الفترة دي، وعندك يعني بس عندك فرصة شغل، فرصة شغل بتديلك وبيتفرع بيها يعني منها سفر، والسفر ده داخل البلاد، داخل البلاد بيديلك السفر ده. عندك أو حاجة في المحكمة ربنا هينصفك فيه، لأن أنا شايف عندك أوراق بتخلصها في المحكمة، هتخلصها بإذن الله تعالى وربنا هينصفك فيه وهيكون واقف معاك فيها بإذن الله تعالى. شايفني؟ عندك يعني بتبرر للأشخاص، يعني شافك هنا بتبرر نفسك أو بتتكلم مع أشخاص بتخلص هذا، أو في يعني عتاب ما بينكم، هاي الأشخاص هيكون في عتاب ما بينكم راح يعدي إن شاء الله ويكون صلح بعد العتاب بإذن الله تعالى. أنت يعني شافك أنت صبور هنا ومتحمل، ومتحمل غلطات الناس اللي حواليك، مع العلم إنك يعني بتقدم عطايات كثيرة، يعني انت متحمل حاجات كتيرة وغلطات الناس كمان اللي حواليك، وعاطيهم الخير ومقدم عطايات كتيرة، رب العالمين بينصرك على امور معقدة حواليك، على امور معقدة حواليك. وكأني شايفك هنا يعني بتحاول الفترة دي تبعد عن غلطات، الغلطات دي ممكن تقع فيه. شايف شخص هنا بيقعد معاك وحديثه مش يعني مش بيخرج من ذهنك، شايف حديثه مش بيخرج من ذهنك الفترة دي، وشايف الفترة دي طويلة. خلي عندك يعني بقول لك يعني خلي عندك حكمة من الأشخاص، لأنها تنخدع في مين حلو ومين وحش. شايف عندك انخداع وهتنخدع في مين الشخص الحلو ومين الشخص اللي الوحش. في شخص له مكانة كبيرة، شايفنا هتحس يعني من طريقته معاك بالراحة وهتحس معاه بالسكينة، بس هنا بحذرك من النميمة اللي حواليك، بحذرك من النميمة اللي حواليك. وزي ما يكون في حواليك أشخاص عايزين أو عايزين يعني تظهر فيك أي عيوب، عايزين يوضعوك، مش حابينك تندح، مش حابينك توصل للهدف، مش حابينك تكون ناجح، او مش حابينك يعني توصل للهدف اللي انت عايزه. هاي الاشخاص حابة توقعك في اي حاجة، مش عايزينك ابدا توصل لاي هدف. خلي بالك منهم الاشخاص اللي حواليك دي، عشان الاشخاص دي بتضرب ضرب صح. شايفنا عندك رزق بطريقة حلوة، بيتحسن معاك رزقك بطريقة حلوة، وعلاقتك مع الحبيب الفترة دي يعني هتكون فيها كلام كتير، يعني كلام فيه زعل، فيه مضايقة، يعني فيه كلام زعل. عندك شخص هنا، عندك شخص هينفقدك، ومجرد ما هيبعد عنك او هكذا هيزعل او هيتعب نفسيا. شايفك ان انت تبدأ تغير من نفسك، في عندك عملية تجميلية، شايفك عندك هنا هتفكر يعني هتغير حاجات كتيرة من نفسك. عندك صداع الفترة دي، عندك صداع الفترة دي وملازمك. عندك هنا شخص، الشخص ده يعني شايف هيكون يعني مركز معاك، الشخص ده هيكون مركز معاك يعني معاك من فترة للتانية، وكأنه شايف عندك هنا بلوك بينك وما بين شخص، بلوك ما بينك وما بين شخص هينفك، في يعني فك ما بينك وما بينه. في امرأة حمقاء هتنرفزك، المرأة دي حمقاء وهتنرفزك، هتنرفزك بطريقة مباشرة. عندك شخص هنا من بعيد يعني مقاطعك، او مفيش تواصل ما بينك وما بينه، او هو مقاطعك، راح تجي لك منه مكالمة التلفون، راح تجي لك منه مكالمة التلفون هاي الشخص. بس انا شايف يعني بقول لك يعني الازمات المادية
يعني هي ملحقاك خلال الفترة دي، وانا شايف برضو هنا انت بتعاني من كثرة المسؤوليات، متحمل كتير، وكثرة المسؤوليات اللي بتزيد فوق اكتافك يوم عن يوم، بس انت مستحمل 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 همومك. يعني شايفك هنا مش جا يعني مستحمل كتير، مجبر انك يعني مجبر انك تقدم تنازلات عشان المركب يعني تسير وتمشي. في اشخاص هنا يعني بتعمل انها بتحبك، الاشخاص دي بتعمل انها بتحبك بس بتضرب من تحت الحزام، بتضرب من تحت الحزام. خلي بالك خلي بالك، واحذر من يعني الخدعة زي ما بيقولوا، احذر من الخدعة من اشخاص مقربة منك، وكأن الخدعة دي عبارة عن اتفاق وفيه تغير الاتفاق بطريقة او طريقته او بشكل تاني، يعني في مشكلة بتودي يعني لبعد بينك وبين شخص، بس فترة يعني البعد هتكون مدتها يعني بسيطة، بلوك ما بينك وما بين شخص بينفك برضه. واحذر يعني من مصاريفك الفترة دي، لأنك هتعاني بتوتر بسبب يعني أمورك المادية. شخص دايلك من مكان بعيد وبتقابله أنت، وهيكون ما بينك وما بينه يعني مقابلة خير ليك، مقابلة خير ليك المقابلة دي، شايفين؟ ويعني وليه قرار، يعني شايف في قرار بتاخذه مع نفسك، وكأن انت يعني هنا بتفكر في القرار وبتحاول تقول هل اوافق او ارفض، هل اوافق او ارفض، محتار عمال تفكر في الوافقة او ترفض في هذا القرار. اللهم صل على سيدنا محمد، رب العالمين بينصرك، شايف عندك نصرة، يعني شايف عندك بينصرك في هاي الموضوع اللي انت فيه. وفي عندك هنا موضوع سفر بيتأدل، موضوع سفر تاني بيفتح قدامك بس بيتأدل. عندك اشارتين كمان، اشارتين، بس احذر يعني من شخص يمنع يعني يمنع وصولك لشخص اخر، الشخص ده بيمنع وصولك لشخص اخر، وعندك الفترة دي تعب في الضغط، بس كان عندك منخفض او مرتفع، يعني شافك هنا منتظر انك تاخد حاجة، في حاجة منتظرها، في حاجة منتظرها، ديالك ديالك بإذن الله تعالى، وبتدعي رب العالمين ياخذ لك حقك في يعني امور ضاعت من بين ايدك، عمال تدعي رب العالمين ياخذ لك حقك من حاجات ضاعت ما بين ايدك. احذر هنا برضو من امرأة متزودة، احذر من امرأة متزودة نيتها من ناحيتك مش سليمة، نيتها المرأة المتزودة من ناحيتك مش سليمة، ورب العالمين هينديك منها. وعندك عوض، عندك عوض على ايام ضاعت من ايدك وانت حزين ومكسور، بس عندك هنا احتفال قريب يعني بتنبسط بيه، يعني شايفك هنا بتنبسط بيه، ويلي مفتقد الحبيب بهاي الفترة شايف يعني الحب هيدخل قلبك من جديد. عندك صلح ما بينك وما بين شخص مقرب منك، واحذر من يعني الاشخاص اللي بتعمل انها بتحبك، احذر من الاشخاص دي اللي بتعمل انها بتحبك، في اشخاص يعني بتتمنى لك كل الشر، الاشخاص دي مش بتحبك، الاشخاص دي حابة توقعك في مشاكل، بس انا شايف عندك هنا تحقق امنية، بتبدأ تتعامل مع ذكاء مع بعض الاشخاص اللي حواليك، بترتاح بترتاح مع شخص في الكلام هنا، وهتبدأ تتكلم عن اللي جواك، هتبدأ تتكلم عن كل اللي جواك بدون قلق وبدون خوف. شايف رزق حلو هتهدي لك وهتنبسط بيه،
الرزق ده حلو هيدي لك داي لك، وشايفك مبسوط بيه وهتنبسط، وانا شايفك هنا يعني قد ما تكون مهموم ورامي حمولك على رب العالمين، بس انا شايف هنا شخص يعني نرجسي بيكون مخطئ معاك في جميع تصرفاته، وانت مش هتكون هنا يعني شايفك مش هتكون عارف تحط معاه النقط على الحروف. شايفك هنا بتبدأ مع شخص بداية جديدة، بتبدأ مع شخص يعني شايفك يعني بتبدأ بداية جديدة. شايف هنا، شايف ان هنا في عندك يعني وحدة بتتدسس عليك، بتتدسس عليك الست دي او الوحدة دي عمالة تتدسس عليك بطريقة فيها نوع من الذكاء، بس احذر الفترة دي من شخص هنا بيحاول يعني يقلب عليك. الشخص ده عايز يقلب عليك الترابيزي، في حوار بينك وما بينه وعايز يقلب عليك الترابيزة ويقلب عليك كل حاجة، وهو في حوار ما بينك وما بينه يعني، ولكن رب العالمين بينصرك، بينصرك لأن قلبك طيب، قلبك صافي، بتتعامل بحسن النية. في مكالمة تليفون بتديلك من شخص غايب عنك، عندك موضوع يعني فيه إمضاء، الموضوع ده فيه إمضاء هتمضي فيه على عقد امتلاك يعني، أو لشيء قضية في يعني حاجة هتمضي عليها، رب العالمين بينصرك فيه لأن ممكن تكون قضية. في عندك هنا موضوع يعني نقلة بتتم معك على خير، موضوع نقلة من مكان لمكان هتتم على خير معاك بإذن الله تعالى. عندك مناسبة حلوة، المناسبة دي حلوة وبتحضرها وبتحتفل، يعني بتحتفل بشيء يخصك أو يخص حد يعني من عتبة العيلة، بتحتفلوا مبسوطين يخصك أو يخص حد من عتبة العيلة، فيها يعني فرحة ومبسوطين فيها. شايف عندك هنا بس عندك حيرة من العالم والناس اللي حواليك، محتار، عندك حيرة محيراك من الناس كل الناس اللي حواليك دول، كني شايف انك يعني شايفك هنا مش عارف تتعامل معاهم، يعني مش عارف تتعامل معاهم بأي اسلوب. بقول لك هنا هيكون عندك مشكل، في عندك مشكل، بس رب العالمين هيقف معاك وهتتحل، وهتتحل ما تقلقش، هتتحل بإذن الله. وفي عندك هنا شخص، الشخص ده بيرسل لك رسالة، بيرسل لك رسالة على التليفون وبتكون محتار ترد أو لا، هو عمال يرسل لك أو هيرسل لك أو رسل لك رسالة وانت محتار ترد أو لا، الاختيار ليك. شايف هنا عندك في يعني انفراجات مادية، وفي نفس الوقت في أزمات مادية، عندك انفراجات وعندك أزمات مادية، وده بيدل إنك تكون حريص في أمورك، يعني بيدل لك أو بشرك عشان تكون حريص يعني في أمورك المادية، لأنها تعاني بكسرة عشان المصاريف، خف المصاريف، مصاريفك أكتر من اللازم. في هنا يعني إنسانة شغلانتها القيل والكال، شغلانتها القيل والكال، خليك حذر واحذر، احذر منه واحذر من تصرف يعني يصدر منك عشان محدش يفهمك غلط مع حد. شايف هنا هتكون في مكان، في حد مع حد هنا هتكون في مكان، وهيدخل عليك شخص وهو بيسلم عليك هتكون قاعد وهترد بطريقة يعني هيفهمها غلط، يعني هيفهم كلامك غلط. شايفك هنا يعني وهياخذها بطريقة من الزعل، يعني هياخذ كلامك بطريقة من الزعل. احذر، احذر من شخصين حواليك، الأول شخص
هيحكي عليك يعني كلام بالغلط، هيحكي كلام بالغلط عليك مع حد، والتاني مركز معك في كل أمورك، في كل أمورك مبالغين. شافك هنا بتمسكهم وبتفرح، شافك عندك هدية حلوة، هدية حلوة يعني بتطلع منك لحد. الهدية دي انت اللي بتديها لحد، بتطلع منك لحد. شايفك هنا في بلوك ما بينك، يعني بلوك بيحصل بينك وما بين شخص، بيحصل مش هينفك، في بلوك بيحصل ما بينك وما بين شخص. عندك هنا تغير، تغير عمل من مكان لمكان، في تغير عمل عندك من مكان لمكان، تغير العمل ده، بس الناصر موجود عندك، الناصر موجود. حاول تحافظ الفترة دي على علاقاتك، حاول تحافظ على علاقاتك عشان النصر موجود معاك، والهم اللي جواك هينزاح عن قريب، الهم اللي جواك هينزاح عن قريب. ارمي حمولك على رب العالمين وما تشيلش هم حاد، ما تشيلش هم اي حاد. اشخاص حواليك عندهم الغيرة منك، هم كده كده حاسدينك عندهم اكتر حدا الغيرة منك، وكأني شايف ومن عيونهم مليانة حقد وحسد اتجاهك، حاسدينك عيونهم دي يعني زي اللي بتبخ سم. شفت الافعى لما بتبخ سم؟ هم عيونهم بتبخ سم، مليانة حقد وحسد اتجاههم. شافك هنا انت هتطلب من شخص طلب وهيمضي ليك في امضى، وهيمضي ليك فيه. وعندك هنا شخص بيحصل يعني بيحصل بينك وما بينه خلاف، انت مش بتحكي عليه لحد، ولكن هو بيدور وبيحكي للشرق والغرب، بيحكي للشرق والغرب. اتنين اوقات يعني شافك هنا وبتسافر من مكان او بلد مش بتكون مرتاح فيه، شايف هنا وطالع يعني هنا عندك، عندك ريسك جاي لك، رغم ان شايفك يعني الفترة دي، الفترة دي للتاني بتتكركب الامور معاك، بتتكركب الامور معاك المادية. شايف هنا بقول لك شخص يعني هتستحمل معاملاته، معاملاته البايخة معاك لحد ما تخلص مصلحتك منه، بتستحمل اي حاجة بتستحملها لحدك يعني ما تخلص مصلحتك منه. عندك امور هنا معطلة، عندك امور كذا حدا معاك معطلة، بس رب العالمين هيمشيها معاك قريبا. شخص هنا يعني هيمشيها معاك قريبا باذن الله، شخص هنا بيقف جنبك وبيساعدك، الشخص ده بيساعدك في يعني مبلغ مادي في موضوع معين، وانا شايفك هنا يعني مهم. حاولوا هنا يعني في اشخاص، حول اشخاص حواليك يعني يخطوك في احباط، بس انا شايفها تكون عندك القدره انك تكون شجاع وقادر تقف، شايفك قادر تقف وتندح في امضاء عقد، شايف هتمضي على عقد، عقد مهم بالنسبه ليك. بس انا شايف علاقه ثالثه، علاقة ثالثة بتأثر على علاقتك بالشريك، شايفك بتأثر بعلاقتك بالشريك، في خلاف ما بينك وما بين حد، عندك من عتبة البيت بسبب القيل والقال، برضو القيل والقال. في عندك مناسبة بتتعزم فيها، يعني المناسبة دي بتتعزم فيها، صلى على الحبيب المصطفى. بسم الله الكاشف. شايف هنا حواليك اشخاص يعني يعني هيتعمدوا عندهم يعني وتصرفاتهم معاك بطريقة سلوكية بسبب الغيرة برضو الشديدة. شايفك هتحصل على مكانة اجتماعية مميزة، بس خلي يعني خلي الصبر حليفك الفترة اللي جاية، خلي الصبر حليفك الفترة اللي جاية.
شايف برضه هنا قلبك موجوع، قلبك موجوع كتير، وكان شايفك هنا شايل برضه جواك يعني هم أو هموم أو حزن، مش عارف يعني مع مين تتكلم ومع مين تحكي، أمور يعني حواليك يعني فيها عدم انضباط. ارمي حمولك على رب العالمين، لأن هو يعني اللي بيريح قلبك من كل الهموم. رب العالمين اللي بيريح قلبك من كل الهموم. شايفك هنا بقول لك عندك شخص يعني متقلب الود، والود يعني شايف هنا بيكون بينك وبينه هينقلب بين يوم وليله. في شخص يعني بينك وبينه فراق او خصام، بتردع علاقتكم، بتردع العلاقه اقوى من قبل، بس حتى لو رجعت العلاقة فهو لسه عنده النرجسية والأنانية. لحتى لو رجعت فهو عنده النرجسية والأنانية لسه موجودة. شايف هنا الشخص يعني الشخص ده يعني بيجبر بخاطرك، بيجبر بخاطرك في موضوع انت يعني بتحتاده فيه، وشايف هنا عندك طريق سفر هيكون خير عليك، هيكون خير عليك. في شخص من المقربين منك، يعني الشخص ده من المقربين منك، هيعاني الفترة دي بوعكة صحية. الشخص ده يعاني بوعكة صحية، ويحذر الفترة دي يعني من منطقة الصدر وتعب المعدة. شايفك انها تحتاج يعني تبرر لشخص موقف صدر منك، ولكن مش ها يعني الشخص ده مش هيسمع ليك في كل التبررات. وانا عايز اقول لك يعني هنا ما تبررش لحد ملوش اهميه عندك، ما تبررش لحد ملوش اهميه عندك. في عندك هنا مشوار بتروحه وبتتقابل مع حد صدفه، بتسلم عليه او بتسلم عليه، وبيطلب منك رقم التليفون وبيردع يتواصل معاك من تاني. شايفه هنا بقول لك يعني داخل لك شخص بعد فترة شايفك هنا تتعرف عليه، عندك الخير قادم ليك، بس خلي قلبك متسع بالإيمان والثقة في رب العالمين. هتسمع هنا على شخص انه يعني الشخص ده عنده إدمان او عنده حالة، وهذا الشخص يعني بعد فترة شايفك هنا بس بعد وبيتعرض يعني الشخص ده لوعكة صحية خطيرة. عندك دعوة مستجابة، عندك دعوة مستجابة من رب العالمين. وفي عندك هنا يعني شلال زي ما بيقولوا، شلال رزق، شلال خير ورزق داخل لك هينفتح ليك بسبب الدعوة. عندك الدعوة دي يا رب العالمين استجابها ليك، لأن شايف شلال خير ورزق داخل لك عن قريب، بتغير مكان وبتغير يعني عملك الفترة اللي جاية. وفي عندك يعني بس خلي إنسانة هنا دي بتتدسس عليك بطريقة غير ذكية، في بلوك بينفك بينك وبين شخص. عندك نصر، عندك نصر على شخصين، الشخصين دول أزوك وبيضايقوك، عندك نصرة عليهم، عندك نصرة بإذن الله تعالى، وحقك رادع مهما تم، حقك رادع بإذن الله تعالى. والنقلة من مكان لمكان راح تنتقل، وعندك نقلة عمل من شلال الرزق اللي هيتفتح معاك، هتفتح لك كل أبواب الرزق والسعادة بإذن الله تعالى. صلي على الحبيب المصطفى عليه أفضل الصلاة والسلام. اللهم بشرني بما أنتظر منك، وأنت خير المبشرين كلها. أتمنى من أحبابي في الله فضلا وليس أمرا يدعموا الفيديو باللايك، وإن كنت لم تشترك في القناة يشرفنا اشتراكك في القناة، وفعل زر الجرس علشان يوصلك كل جديد من أسرار العالم الروحاني. وإن كنت بتعاني من السحر أو من مس أو من تعطيل أو من تابعة، الرقم أمامكم، اللي حابب يتواصل معنا يتواصل معنا، وإن شاء الله نكون في حسن ظنه. والسلام.